السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم العصير ديال التمر واللوز. تابعوا معايا الفيديو للاخير. كنحتاج هنا في المقادير عندي هنا 30 غرام ديال اللوز. بالنسبه للوز كنكون غسلته ونشفته كيكون هكا ناشف. اللي كيبغي يحيد القشره ديالو كيحيد له، انا غادي نخليه بالقشره ديالو. عندي هنا 60 غرام ديال التمر. بالنسبه للتمر كتكون رطبه كنحيد لها العلفه ديالها. عندي هنا 11 حبه ديال التمر. كنحتاج هنا الكاس ديال الماء وكاس ديال الحليب. ننتقلوا للطريقه. كناخذ هنا الطحانه ولا كتاخذوا مولينكس، غادي نطحن فيها اللوز هو الاول. صافي، انا بعد ما طحنت اللوز كنضيف التمر. بالنسبه للتمر راني حيدت لها العلفه ديالها. صافي، هنا الخليط راه تطحن مزيان. كنضيف الحليب، كنضيف شويه ديال الماء، غادي نضيف غير نص ديال الكميه. صافي، كنضيف الكميه الباقيه ديال الحليب والماء. صافي، العصير ديالي راه واجد. ما بغينا نبقى نصفيوه. اللي كيبغي المذاق ديال القرفه كيزيد واحد المعلقه غير صغيره. غادي نضيفها غير فواحد الكاس، واحد الكاس غادي نخليه ما غاديش نضيفو. هذا هو العصير ديال بيت الموجود، يتقدم بالصحه والراحه. كنقولكم بالسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.